مولود الجوزاء عنده بداية شهر شمسي جيد جدا، بتكون انطلاقة واعدة لمرحلة جديدة مليانة بالحظ والفرص الثمينة. انت بتعتبر من الابراج المحظوظة بهالفترة، في عندك نجاح، تسهيلات كتيرة، ابواب سفر، فرص كتيرة مفتوحة قدامك وبتخليك تمشي للامام وللاعلى. كل الاحداث حولك ناجحة، بتخلي بداية هالاسبوع جيدة مع انتقال القمر للجدي. السبت والاحد بيكون بانتظارك انفراجات كتيرة مشجعة بتسمح لك باخذ المبادرة، والحوافز كتيرة والعناصر النجاح متوفرة لك. كمان رح تتميز عن غيرك لحظة وصول القمر لبرج الدلو الهوائي الصديق الاثنين والثلاثة، بحيفك الحظ، بكيفك على تفهمك للأمور بشكل هادي وذكي، ورح يفاجئك بتطور سعيد. رح تتوضح الأمور قدامك وتمرق بفترة مهمة، الأبواب كلها مفتوحة لتحقق الأرباح وتتواصل لإنجازات كتيرة أنت عم تنطرها من زمان. على كافة الأصعدة رح تشجعك الظروف على التقدم والتطور أكثر وأكثر، لكن رح تختلف الظروف الأربعاء والخميس لحظة وصول القمر لبرج الحوت يلي بشكل مثلث فلكي مائي مع الشمس من برج العقرب، وبيكون عندنا يومين ضعاف فاشلين غير سلبيين غير مناسبين، فيها أعمال متراكمة، ضغوطات، ركض بكل الاتجاهات، أيام متطلبة من الأهل من العائلة، أيام مخيبة للأمل. انتبه على دروسك، على صحتك، على شغلك، على سمعتك، كمان انتبه على أغراضك وحاول ما تاخذ قرارات أساسية بحياتك المهنية والشخصية. من جديد بتخف الضغوط وبتهدى العاصفة، بتتحسن أمورك، بترتاح مع انتقال القمر نهار الجمعة للحمل، بخليك تعيش عطلة أسبوع حلوة ناجحة. أسبوع حلو بحاجة للاهتمام والتحضير المسبق. عاطفيا بدك تنتبه، وجود الزهرة بمواجهة برجك من العذراء بتطالعك بمشاحنات ومواجهات وخلافات، كن حذر جدا، حمي استقرارك العائلي والزوجي والعاطفي. مرحلة صعبة بتحتاج لفترة كبيرة على التحمل ولا راحة بالصدر. أما العازب ما بيجوز الاستخفاف بمشاعر الحبيب، فهو بيعكس حاليا نفسيتك وطباعك، ما توجه له كلام جارح وما تختبي وراء انشغالاتك المهنية.